كل الأحوال إحنا معانا على التليفون الخبير التحكيمي الأستاذ ناصر عباس عشان نعرف رأيه ورؤيته في الملف ده بشكل عام. أستاذ ناصر كل سنة وحضرتك طيب يا فندم، أهلا بيك. تحياتي ليك كريم وتحياتي لنهاوند، وكل سنة وانتم طيبين والشعب المصري كله بألف خير. كل سنة وحضرتك بخير يا طارق يا رب. كابتن ناصر، وزي ما كريم كده كان بيتكلم الموضوع صعب جدا، ومعلش بقى أنا عايزة أروح لشق بالإضافة للكلام اللي أنا وكريم قلناه. أنا أصلا مش مباراة وبتعدي ومش بطولة وبتعدي، هي في حاجة تانية اسمها أنا بأثر على نفسية اللعيبة بتاعتي. ما هو دول بشر في الأول وفي الآخر، لما أنا كبني آدم أشعر بظلم وبعدين ظلم وبعدين ظلم وأنا بكون مأدي اللي عليا، ده بيأثر على أدائي وعلى نفسيتي، حتى لو حقي جه بيؤثر بشكل لا إرادي. فرأي حضرتك في القصة دي إيه؟ وفكرة الإدارة التحكيمية بالأمس حاجة يعني نحب نسمع رأي حضرتك أكيد. طيب خليني أبدأ من أول الهوان، نتكلم على الأخطاء التحكيمية لعدم وجود تقنية الفار. هي أخطاء كانت مقبولة لأسباب كتيرة، ممكن يكون الحكم يعني مش شايف الحالة، أو ممكن يكون الحكم تمركزه مش كويس، ولكن في وجود تقنية الفار والأخطاء التحكيمية بالأمس هناك ركلتين جزاء واضحتين الاثنين للنادي الأهلي. الأولى كانت في الدقيقة 30، كانت لصالح محمد شريف. الثانية كانت في الدقيقة 55، كانت لصالح حسام حسن. تعالي بقى هنروح للثانية 30 في الأول خالص، لما نيجي نقول إن القانون في المادة 12 وهو العنصر اللي بيتكلم على عندما يحتفل اللاعب بالهدف ويغطي وجهه بالقميص، ده المادة 12 طبقا للمادة 12 هناك يجب أن ينظر هذا اللاعب. بيبقى في الدقيقة في الثانية 30، وإحنا بنقول في الثانية 30 بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يجب على كل الحكام اللي موجودين داخل ميدان اللعب سواء حكم المباراة أو الحكم المساعد رقم واحد أو اثنين أو الحكم الرابع تكون نسبة التركيز عالية جدا جدا في بداية المباراة. طيب لما يبقى اللاعب بعد إحراز الهدف يغطي وجهه بالقميص، طبقا للقانون لابد الإشهار بالطاقة الصفراء للسلوك الغير رياضي. لما نيجي اللاعب ده مرة تانية يشهر الحكم ليه البطاقة الصفراء، معنى كده إيه؟ إن كان هذا اللاعب كان يجب إن هو يكون مطرود خارج ميدان اللعب تقريبا في الدقيقة 80. أنا النهاردة عشان خاطر أنا طاقم التحكيم تغاضى عن إنذار لاعب طبقا للقانون، خلي بالك إن هواندي في حاجة مهمة جدا. لما بنتكلم في القانون مفيش فيه رأي ورأيك، ده القانون هو اللي بيقول ده إنذار، يعني مفيش فيه كلام مفيش فيه هزار. كان يجب إنذار هذا اللاعب في الثانية 30 أو في الدقيقة الأولى، لم ينذر. والغريب ان ما حدش من الحكام شاف اللاعب وهو بيغطي القميص. ألف ده لابد ان يحاسب كل من كان في ميدان اللعب. هنا الفار ما تتدخلش في الانذارات، ولكن انا بقول الكلام ده لان الانذار دوت لو كان اشهاره في الدقيقه الاولى لاعب ده خد انذار لتعطيل استئناف اللعب. معلش حضرتك قلت حاجة يا كابتن ناصر، بتقول لازم يحاسب، هو مين اللي هيحاسب؟ يعني خلينا نقف عند النقطة دي، ما ينفعش نعديها. يحاسب طاقم التحكيم بالكامل. هو بيحاسب يا كابتن ناصر، هو طاقم التحكيم قبل كده في أي مباراة تم فيها ظلم أي فريق، ومش هتكلم بس عن الأهلي عشان الواحد بس يبقى كلامه واضح، هل حصل أي محاسبة أصلاً؟ شوف احنا دورنا هنا نهاوند، احنا هنا بنتكلم بكل حياديه، احنا بنتكلم لمصلحه التحكيم المصري. بالظبط. التحكيم المصري لم يتواجد في كاس العالم على الرغم من وجود 8 اطقم افريقيه موجوده، للاسف ما فيش حكم مصري موجود في في في, في كاس العالم. يعني بنتكلم على مجيد نضايف، كازوي، مصطفى غربار، رضوان جيد، بملك، جان جاك نداله اللي هو هيدير لقاء النادي الاهلي ان شاء الله وبالتوفيق باذن الله الاهلي يكسب في المباراه القادمه. لما يبقى 8 اطقم تحكيميه موجودين في كاس العالم وما فيش حكم مصري، ده لا لابد احنا نقف. بس ده شيء منطقي جدا يا كابتن ناصر، وللاسف الشديد متوقع. بس انا عايز اسالك على حاجه في تفصيله كده، بس يعني ايه، يعني احب اعرف رؤيه حضرتك ليها دلوقتي. مساله هل ان الحكم يروح يبص على الفار عشان يتاكد من الكره، هل هي مساله تقديريه والقرار فيها بالكامل في ايد الحكم؟ بمعنى ما ينفعش يبقى في كوره مشكوك فيها جدا، او الحكام اللي قاعدين بره شايفين ان هي فعلا تستحق ركله جزاء وانذار وشافوا ان الحكم ما حسبش ده، مش المفروض هم يستدعوه؟ ولا المساله تقديريه من الحكم، يا يروح يطل طله يا ما يروحش؟ شوف يا كابتن نهاوند، الصوره عمرها ما بتكذب.
كريم، الصوره عمرها ما بتكذب، يعني لما يكون عندنا لقطه وصوره طبعا حضرتك بتتكلم على الصوره، انت ما بتجيبش كلام من عندك. لما نيجي نشوف الحاله اللي هي كانت في الدقيقه 30، يعني لو الحاله معاك حضرتك ممكن تجيبها لي، حاله محمد شريف. الحكم اداني معيار احتسابه للمخالفات خارج الصندوق، وهي ايه؟ وهي الدفع خارج منطقه الجزاء كان بيحتسب المخالفه، وبالتالي انت اللي اديتني المعيار، لابد انك انت عندما تحتسب خارج الصندوق تحتسب داخل الصندوق. لما نشوف لعبه محمد شريف اللي هي في الدقيقه 30 عندما تم دفعه من لاعب النادي المصري هيثم العيوني، وبالتالي هنا الفار لم يتدخل والحكم لم يحتسب ركله جزاء صحيحه لمحمد شريف في الدقيقه 30، بعيد عن الاداء الفني للنادي الاهلي، احنا بنتكلم كتحكيم طبعا. من فضلك اديني حق في التحكيم ومالكش علاقه بالاداء الفني بالزبط. من فضلك ما تحاسبنيش على الاداء الفني، انت تديني حقي كحكم وتحقق العداله التحكيميه. شايف انا في الدقيقه 30 هناك ركله جزاء صحيحه 100%، والصوره هي اللي بتقول مش انا اللي بقول. يا ريت حضرتك لو عندك، واعتقد عندك، احنا عرضناها يا كابتن. طبعا حصل الدفع موجود، اللاعب لم ينجح في لعب الكره، محمد شريف هو اللي خد الكره على صدره، وبالتالي تم دفعه من اللاعب المدافع هيثم العيوني داخل منطقه الجزاء. الغريب ان النهارده انا كبار انا وظيفتي ان انا اوضح للحكم من خلال هذه اللقطه من فضلك انا عندي مخالفه، تعال خد القرار فيها، تتبع الحكم والحكم يجي ياخد القرار. للاسف الشديد الحكم لم يذهب والفار لم يتدخل. طب يبقى سؤال نهاوند السابق حائر بدون اجابه كابتن ناصر، اللي هو وبعدين اللي هو واخرتها ايه؟ وماذا بعد؟ وماذا بعد الشكوى؟ وماذا بعد علامات الاستفهام؟ يعني وماذا بعد الظلم؟ يعني هل احنا هنشوف وضع مختلف؟ هل هيكون في بعد يعني فكره ان احنا نعترض اي اجراءات على الارض تتم؟ يعني ده مجرد سؤال كابتن ناصر، حضرتك اكيد هتفيدنا يعني بالاجابه. اتفضل. ما انا 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 برضك بستغرب انا في وجود تقنيه الفار، احنا النهارده الاتحاد الكره وفر تقنيه الفار، وفرها عشان خاطر هذه الاخطاء الواضحه طب. السهله جدا اللي الحكم ممكن ما يشوفش او ما يقدرش الفار يستدعي. انا بستغرب لما يبقى في ركلتين جزاء للنادي الاهلي. خلينا نتكلم بامانه ان الاخطاء التحكيميه امس اثرت في نتيجه المباراه طبعا. يعني عاوز اقول ان الثلاث نقاط بعيد عن الاداء الفني، كان هناك ركلتين جزاء، كان هناك طرد مباشر للاعب النادي المصري طبعا. هذا لم يحدث. اذا انا النهارده بتكلم على اخطاء تحكيميه اثرت في نتيجه المباراه في وجود تقنيه الفار. هذه يسال عنها مسؤول لجنه الحكام في تطوير حكامه، ومسؤول لجنه الحكام في اعاده النظر بحياديه في الحالات التحكيميه. يعني انا كرئيس لجنه الحكام ما اطلعش اقول ان الخطا مش موجود، لان الصوره بتقول ان الخطا موجود. لابد ان يكون في وضوح نهاوند يا كريم، لابد ان يكون وضوح مع حكامنا، لان انا النهارده لو ما قلتش الكلام ده احنا مش هنتعلم. لو قلنا ان حكامنا كويسين، لا حكامنا مش كويسين، عندنا بعض الحكام اخفقوا بالامس في اكثر من قرار، هذه القرارات اثرت بشكل مباشر في نتيجه المباراه. طبعا نتمنى ان الوضع التعيس ده يتغير في القريب العاجل، لان فعلا في نزيف والله تعيس فعلا. احنا بقالنا كتير يا كابتن ناصر، ده انا ونهاوند احنا الاثنين لوحدنا بس دون عن امه لا اله الا الله كمان، يعني الى جانب امه لا اله الا الله، اتكلمنا في الموضوع ده عشرات المرات في بطولات مختلفه. فنفسنا فعلا ان طالما ربنا انعم علينا بالفار نلجا له بقى، ويعني هنقول ايه؟ احنا شاكرين لحضرتك جدا. شكرا لك يا كابتن ناصر، وجودك معانا، وكل سنه وحضرتك طيب يا فندم. مش هنطول في النقطه دي كتير عشان ما ننكدش على نفسنا. ما احنا نكدنا خلاص.